انك غزرة او حتى تقرب ديال الدواجن اللي تعرفت عليها والمديريه كنتوقعوا انها تكون البديل ديال هذه الرياشات اللي حقيقه يعني تقال عليها واحد الكثير من المراهقات. التطوير وعصرنة قطاع تسويق الدواجن في المغرب اللي كلكم كتعرفوه مازال قنوات تسويقية غير مهيكلة تماما وتابعة القطاع غير مهيكل وما كتعطيش واحد الصورة إيجابية على الدجاج وعلى الدواجن بصفة عامة والصورة النمطية اللي هي في أغلب الأحيان سلبية فيما يخص قطاع الإنتاج لأن قبل التسويق قطاع الإنتاج من المربين أصحاب أعلاف أصحاب محاضر بالنسبة للفلوس إلى آخره كلهم كيخضعوا القانون الصحي 49-99 اللي كتراقبوا لونسا واللي كلهم مؤهلين واللي كينتجوا دجاج كما كينتج في الدول الغربية وفي أمريكا نفس طبط نفس دواج الى انه عندهم هما من بعد كيدوز القنوات التسويق اللي كتوالم داك الدجاج اللي هو المجازر عاد كتمشي للمستهلك قنوات التوزيع المستهلك حنا مع كل الاسف ملي كيوجد دجاج وكيخرج من الضائعه وكيتباع كيدخل قنوات التسويق اللي هو ما مؤهل يسوقها اللي هي قنوات الدجاج الحي واللي كتشكل حجر عطره بالنسبه للقطاع بالنسبة للاستهلاك بالنسبة للتطور ديال القطاع بصفة عامة وما حد ما كان هناك تغيير وكان نقول أنا تغيير جذري اللي غادي يمشي شوية بشوية ربما على في ظروف 5 سنين أو 6 سنين باش يكونوا عندنا حتى احنا قنوات تسويق عصرية اللي بالأساس تيني كتحافظ على الصحة ديال المنتوج والسلامة الصحية ديالو وكتحافظ على الصحة ديال المستهلك هذا هو الأساس. وهذا المشروع بغينا نأهلو فيه القنوات تاع التسويق والتوجيه. نحن تعرفوا هنا في رافعة الإنتاج فيما يخص الآلاف المركبة ولا إنتاج الكتاكيت ولا الضيعات تاع التربية تاع الدجاج بجميع الأصناف ديالهم هما مؤهلين وعندهم الرخص ديالهم من طرف فرنسا ومتابعين من طرف عندهم واحد التتبع من طرف المهاتير الخواص لازم خصهم يكون عندهم واحد الوقت التتبع الصحي. والحمد لله تأهلوا واليوم الإنتاجية والمردودية تاع الضيعات هذو كلهم ما في أحسن الظروف. فاليوم هو أننا بغينا نطوروا سافلة الإنتاج اللي هي باقية مؤخرة فيما يخص التأهيل لها. لأن كما تعرفوا كاين جوج تاع القنوات تاع التوزيع والتسويق تاع الدواجن، كاين القناة اللي هي معتمدة من طرف لونسا واللي تيمر الدجاج عبر المزازير الصناعية تاع الدواجن، واللي هاد المزازير تتمول المتاجر الكبرى وكذلك المطاعم الجماعية. بخلاف القناة الثانية اللي هي قناة تقليدية اللي الدجاج تيمر عبر سوق الجملة وكذلك الرياشات واللي تتمول الأسر ما عندناش الحق باش تمول طبعا المطاعم الجماعية ولا الأسواق الكبرى. فهاد الرياشات اليوم هما مهمين وحنا ما عندناش شي غرض أن يتم الإقصاء ديالهم بل الغرض ديالنا هو يتم تأهيل ديالهم باش يمكنهم يخدموا في واحد الظروف اللي هي صحيه ملائمه ويقدموا للمستهلك واحد المنتوج اللي هو عنده واحد الضمانه الصحيه. هذا هو اليوم في منذ نوفمبر 2021 بدينا في واحد المشروع ثالث اللي هو تطوير قنوات مجازر صناعيه ذات قدره ذبح اللي هي منخفضه اللي عندهم فيل كاباسيتي واللي يمكن ان كثير من المستثمرين المغاربه يمشوا لها لان الاستثمار فيها اقل كبير كثير من المزازير الكبرى واللي هي تكون معتمده من طرف لونسا ويمكنهم يبيعوا المزازير الصناعيه المطاعم الجماعيه وكذلك المتاجر الكبرى واللي مراقبه واللي كذلك هي مراقبه من طرف لونسا. هذا هو المبتغى ديالنا وفي هذا الاطار هذا الفيدراليه لما عندها بعض تتواكب هذا الحامل للمشاريع باش ان شاء الله يوصلوا لانشاء هذه المصادر هذه اللي تتمنوها تكون بكثره ان شاء الله.